تسافر إيطاليا تعيش هناك وكمان تاخد 30,000 دولار؟ أيوة، ما تستغربش، العرض حقيقي، مش شغل مستريحين ولا حتى هتاخد البحر عوم في هجرة غير شرعية. كل اللي عليك تتابعنا في الفيديو ده عشان تعرف السر وراء مدينة الذهب الأخضر، وإزاي دي هتكون تأشيرة دخولك لروما. إيطاليا زيها زي دول أوروبية كتير، ليها تاريخ طويل وعندها مناطق اتبنت من آلاف السنين، بس المشكلة بقى إنها تحولت لمدن أشباح بالكامل، وده اللي حصل في بلدة بيرزيتشي. الناس هجروها والبيوت بتدور على سكان، وهنا بقى تيجي فرصة لناس كتير، أنت ممكن تكون واحد منهم. البلد موجودة في مقاطعة ليتشي بإقليم بوليا الإيطالي، والمسؤول هناك قال إنهم هيدفعوا 30,000 دولار لأي حد عاوز يشتري بيت في المركز التاريخي عندهم ويعيش فيه، وكمان معروفة باسم مدينة الذهب الأخضر بسبب شهرتها ببساتين الزيتون الخصبة واللي بتنتج زيت الزيتون البكر الممتاز، وفي العصور السابقة كانت معروفة بتجارة النبيذ الفاخر والأجبان والماشية. والغريب في المدينة دي هو الغرف السرية والسراديب اللي فيها، فهتلاقي تحت المساحات الرئيسية والقصور الفخمة شبكة من 23 غرفة سرية ومعاصر زيتون المزارعين كانوا بيقعدوا فيها شهور خلال موسم الحصاد. وحسب عضو المجلس المحلي في البلد، في مجموعة من البيوت الخالية في المركز التاريخي اللي اتبنى سنة 1991، ونفسهم ترجع للحياة تاني مع سكان جدد. طيب ال 30,000 دولار ليهم شروط؟ بص يا سيدي، الحكومة هتديك ال 30,000 على جزئين، جزء تشتري به البيت وده متاح بأسعار مختلفة ممكن توصل ل 25,000 دولار، أما الجزء الثاني بقى فمخصص للتصليحات اللي ممكن يحتاجها البيت. بس ما تقلقش، مش معنى كده إنها بيوت في حتة مقطوعة أو حارات شعبية، لا خالص، دي في منطقة سالينتو المشهورة بطبيعتها الخلابة وكمان قريبة من الشواطئ والمياه الفيروزية الصافية لسانتا ماريا دي لوكا. وال 25,000 دولار بيشتروا بيت مساحته 50 متر مربع. طيب هل في معلومات تانية؟ لغاية دلوقتي المبادرة لسه تحت التجهيز، لكن المؤكد انك هتحتاج تاخد الموافقة بالإقامة الدايمة وتشتري واحد من بيوت بيرزيتشي. وعلى فكرة بيرزيتشي في 2019 انضمت لبلد تانية، وده هيزود نصيبها من الأموال العامة في إيطاليا بقيمة توصل إلى 1,000,000 يورو سنوياً. البلدية هتخصصهم للاستثمار في الأحياء القديمة عشان ترجع للحياة من تاني، وحالياً عدد سكان بيرزيتشي 9,000 نسمة، لكن نصهم بس اللي بيعيش في المناطق القديمة. ولغاية دلوقتي بيرزيتشي موضحتش عدد الناس اللي عاوزاهم ينتقلوا للعيش فيها، وسنوياً في مهرجانات بتتعمل لموسيقى سالينتو الشعبية والرقص والحرف العتيقة ومعارض الطعام، وتعتبر أطباق الأسماك المقلية هي أشهر الأكلات في بيرزيتشي. وطبعاً زيها زي أي حتة في إيطاليا، المكرونة هي الطبق المفضل. فهل بتفكر تكون واحد من الآلاف اللي هيسافروا لبيرزيتشي؟